ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تتفنن في انواع النكبات التي ترمي بها الفلسطينيين واخرها نكبه التعليم. فقد اثبتت الاحصائيات استشهاد الاف الطلاب ووقوع الالاف الاخرين بين جريح ومعاق الى جانب التدمير المنهجي للمدارس والجامعات. وفي ظل هذا الوضع المؤسف حرم نحو 39 ألف طالب وطالبة أو حرموا من التقدم لامتحاناته الثانوية كنظرائهم في الدول الأخرى ليست اباده جماعيه او مجازر ممنهجه او قتلا على الهويه فحسب، بل اخترعت قوات الاحتلال الاسرائيلي انواعا شتى من الاباده، منها الاباده التعليميه عن عمد، فان اكثر ما يقضي على امه من جذورها هو القضاء على احلامها، ولا يقضي على الحلم الا اندثار التعليم واستشهاد عشرات الالاف من المدرسين والطلبه والتربويين دفعه واحده في شهور قليله، وهذا بالضبط هو هدف الاحتلال الاسرائيلي من حربه على غزه ارقام مخيفه اعلنتها وزاره التعليم الفلسطينيه ومشاهد فاقه الخيال نكات جراحا لم تندمل وما زال نزيفها يهز اركان العالم شرقا وغربا اليوم وفي اول ايام امتحانات الثانويه العامه تصدرت المشهد مدارس خاويه على عروشها مهدمه يعيش في فصولها بقايا مواطنين بلا ماء ولا كهرباء وقد سقط طلابها ومدرسوها بين شهيد وجريح ومعاق ومشرد وجائع فقد حرمت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة التوجيهية منهم من حالت الأقدار دون لحاقه بركب أقرانه في الصف الدراسي ومنهم من صعدت روحه لبارئها بوسام الشهادة فوفقاً لوزارة التعليم الفلسطينية فإن 430 وثلاثين من طلبة الثانوية العامة استشهدوا في غزة فيما استشهد في الضفة الغربية عشرون آخرون خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر أغسطس الماضي. الوزارة أعلنت إحصائية الدم لتجد أن ما لا يقل عن ثمانية ألاف شهيد في قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة وثلاثمائة وخمسين شهيدا من المعلمين والمعلمات إضافة إلى المفقودين وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين إلى جانب مائة وعشر مدارس وجامعات تم تدميرها بشكل كلي و321 مدرسه وجامعه تم تدميرها بشكل جزئي وبما ان الهدف هو تفكيك اسس المجتمع الفلسطيني فان القول بان 630 الف طالب وطالبه في قطاع غزه تم حرمانهم من حقهم في التعليم منذ بدء العدوان هو رقم في ازدياد مستمر مع استمرار القصف الهمجي وما زالت غزه في انتظار اشعار اخر تعود من خلاله لممارسه حياه طبيعيه يستحقها الشعب الفلسطيني الصامد صاحب الارض